أخبار اليوم. مرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار يوم، حلقة جديدة ومميزة من شارع الصحافة. بالطبع وفي كل مرة نتحدث مع الكلمة، مع التحقيق، مع التقرير، مع التحقيق الصحفي، لكن في هذه المرة الأخبار المسائية طلعنا بشيء جديد ألا وهو الكاريكاتير، ومعنا الكاتب الصحفي والأستاذ أحمد عبد النعيم رئيس قسم الكاريكاتير بجريدة الأخبار المسائية، يطلعنا على ما هو مميز وجديد خلال أسبوع الكاريكاتير، وكيف أن الكاريكاتير داخل الجريدة يتحدث عن القضايا. أولا نرحب به، أهلا حضرتك. أهلا بيك يا أستاذ محمد، أهلا وسهلا حضرتك. يعني كانت فكرة حلوة أن حضرتك تقول يعني دائما بنتكلم عن الكاريكاتير أنه بيبين القضايا في المجتمع بخلاف أن يكون هناك الكلمة والتحقيق الصحفي والخبر. حضرتك فعلا الكاريكاتير بيوصل الفكرة للقارئ أو للجمهور بطريقة أقوى وأشد. حضرتك إيه اللي ممكن تقول لنا الأخوة دوت؟ يعني عايز اقول بس في البدايه انه اي باحث في الكاريكاتير المصري او في الكاريكاتير العربي بشكل عام بيتوقف عند مدرستين مهمين قوي في حركه الكاريكاتير بشكل عام، هي مدرسه اخبار اليوم ومدرسه روزا اليوسف. اخبار اليوم طول الوقت هي مدرسه رائده في فن الكاريكاتير. عندما فكر الاستاذ مصطفى حسين والراحل علي مصطفى امين وعلي امين في ان يكون هناك اصدار يومي، كان الكاريكاتير هو البطل طول الوقت في الإصدار الجديد. فبالتالي مدرسة أخبار اليوم مدرسة مهمة جدا، وظل الأجيال المتعاقبة في الكاريكاتير. كان عندنا الأستاذ مصطفى حسين، وكان عندنا بعد ذلك أجيال مختلفة، الأستاذ محمد عمر موجود، الأستاذ هاني شمس، وكلها أسماء مهمة جدا في حركة الكاريكاتير. هنحاول بقدر الإمكان كل أسبوع نعمل بانوراما عن أهم الرسوم الكاريكاتيرية اللي اتنشرت في صحف ومجلات أخبار اليوم، ونشوف إزاي قدرنا بشكل عام إن إحنا نواكب الأحداث اللي موجودة، خاصة وإنه فن الكاريكاتير كما هو معروف هو فن اعتراضي في الأساس الأول. لعل يمكن القضية الأولى اللي تناولها الكاريكاتير في جريدة الأخبار هي كانت متعلقة بالمحليات، وكان في دعوة من السيد الرئيس بالشباب إن هم يتقدموا لانتخابات المحليات، وده يمكن في أخبار أمس، أخبار جريدة الأخبار، الأخبار اليومي، بنطلع على كاريكاتير في الصفحة قبل الأخيرة أو صفحة 22، والكاريكاتير بعنوان المحليات. وفي عندنا هنا عبارة عن رجل واضح طبعا من ملامحه إن هو راجل موظف، وبيقول له أنا حامد الفاسد، لكن حامد المرتشي في المكتب اللي جنبي. عايز يقول انه فكره انه المساله بقت يعني مش محتاجه مواربه، بالعكس ده يمكن هو الراجل بيعترف بذلك. هنبص بصه كده سريعه على شكل الكاريكاتير، انه الراجل مرسوم وهو يعني لابس بدله الكروهات اللي هي البدله القديمه قوي، وكان الرسام عايز يقول انه الفكر البيروقراطي مش بس في العقل ولكن حتى في الملبس بتاعه. كان في كمان قضيه اخرى، يمكن قضية المحليات مش بس كان الكاريكاتير بتاع محدثكم أحمد عبد النعيم، لكن الفنان هاني شمس برضو كان رسم في يوم الأربعاء الماضي عن المحليات، وكان تناولها من زاوية أخرى. هو رسم خريطة لمصر، وبينما المحليات مجموعة فئران صغيرة، وراسم الخريطة على هيئة قطعة من الجبن الرومي، والفئران بتحاول إنها تاكلها. حضرتك وهذا يستوقفنا، يعني انتم حين تتحدثون ككاريكاتير عن قضيه معينه، يعني بيجيك الوحي من المشكله يعني شائعه على القضايا داخل الواقع السياسيه او الاقتصاديه او اي مجال يخص الوطن؟ يعني هو في شك انه الكاريكاتير هو ظاهره او هو فن رجل الشارع العادي،
يعني هو فن مش فن أرستقراطي، بالعكس هو فن قريب جدا جدا للشارع، وكل يعني كل الناس بتتقبل الكاريكاتير باختلاف ثقافتهم واختلافات معرفتهم، ولعل يمكن مصر من أكتر الدول قربا لفكرة الكاريكاتير، لأن احنا شعب معروف انه شعب ابن نكتة وشعب دمه خفيف. وكان في مقولة للدكتور سيد داويس لما بيقول ان الشعب المصري في 73 كان نصه بيحارب ونصه بينكت، يعني وكأن النكتة وسلاح النكتة والسخرية طول الوقت كان سلاح مهم جدا في حركة الكاريكاتير. يا حضرتك انت مثلا يعني قضية المحليات، يعني كيف ترى لفنك او لريشتك وانت ترسم الكاريكاتير، كيف يعني كيف ترى ليك انه المحليات هي اهم قضايا ممكن تتحدث عنها في هذه الفترة؟ الحقيقة انه درجة اهمية الحدث بتختلف من رسام الى اخر، وبتختلف من جريدة الى اخرى. يعني في بعض الاحيان وحضرتك صحفي معروف يعني بتتناول قضية مهمة جدا جدا، بتحتاج للقضية دي صورة، بتحتاج ليها كاريكاتير، بتحتاج ليها صورة تعبيرية، كلها عناصر مهمة جدا لتوصيل الفكرة الأساسية اللي حضرتك بتوصلها. رسام الكاريكاتير نفس القصة، بيقرأ الجورنال، بيتفرج على الأحداث المختلفة، بيحدد من وجهة نظره القضية اللي هيتناولها. ربما تكون القضية دي لا تهم شخص آخر ولكن هي بتهمه بشكل كبير جدا. لعل يمكن اهم القضايا يمكن قضيه الاسره المصريه. يعني انا دلوقتي بقول انا شخصيا انا عندي اولاد بيتعلموا، عندهم في دروس خصوصيه، فبشوف من وجهه نظري الشخصيه ان قد تكون دي قضيه مهمه جدا. لما بعرضها على المتلقي قد يتقبلها المتلقي لان هو بيعاني زيي، او متلقي اخر قد يجد انها مش لا تهمه بشكل شخصي. حضرتك تحدث عن المحليات، ايه القضيه التي لها يعني كانت اولويه في ثاني اولوياتك هذا الاسبوع؟ في يعني الحقيقه كان في قضيتين مهمين قوي. في قضيه امناء الشرطه او دوله امناء الشرطه، ودي اتكلمنا فيها بشكل كبير جدا. الاسبوع الماضي كان نعم، بالاضافه الى انه خلال شهرين السيد الرئيس بيلتقي مع وزير الداخليه مرتين، مره بعد حادثه الضرب الأحمر، والمرة الأخرى بعد حادثة ما عرفت بحادثة الرحاب. وده إن دل عن شيء فيدل على أنه لا، هناك نقطة مهمة جدا وهناك خطأ ما، وكل إن يبقى فيه خطأ ده ليس عيبا ولكنه الخطأ يتم. أنا في الحقيقة استوقفني كاريكاتير مهم جدا النهاردة للفنان هاني شمس في أخبار اليوم صفحة الثالثة. هاني في الحقيقة عامل كاريكاتير أنا بشوف أنه كاريكاتير جيد جدا، كاريكاتير ناجح قوي، وكاريكاتير هو نوع جديد من الكاريكاتيرات اللي هو بنسميه نو كومنت او الكاريكاتير اللي بدون تعليق. وربما يكون هذا النوع من الكاريكاتير مش موجود عندنا في الصحافه بشكل كبير جدا، وهاني بيدخل لهذه المنطقه. النهارده عامل هاني عامل يد وفي قنبله كبيره، والقنبله دي هو بيقول ان دي علاقه الشرطه بالشعب. العلاقه هي علاقه جيده، علاقه رائعه طول الوقت، ولكن بيقول انه قد، وهنا هو يعني بيدق جرس انذار، وده دور الكاريكاتير. الكاريكاتير مش بيقدم، ما بيقدمش حلول، لكن الكاريكاتير بينور على قضيه وبينبه المسؤول ان هناك خلل ما. يعني مش رسام الكاريكاتير مش بيقول انه ما بيعجبوش العجب، لا، هو رسام الكاريكاتير بيشوف مبنى جميل جدا فيستوقفه ان في شباك مكسور، فبيقول للمسؤول خلي بالك ده في شباك مكسور. هو هنا يسعى الى الافضل، بيقول للمسؤول صلح الشباك عشان المبنى كله يكون اجمل واحسن. هاني النهارده بيعمل دون في الاخبار اليوم في صفحه 3، وكاريكاتير موفق جدا ان هو عامل قنبله وفي يد، وفي اليد دي كاتب عليها امناء الشرطه، وهي تمسك بيدها او زي شعله النار او الكبريت. وشوف انا يمكن عايزين نتوقف عند المسافه اللي ما بين الشراره وما بين الفتيل بتاع ده، وكانه الكل مدى المسافه بتقل، وهنا هو ده دور الكاريكاتير الحقيقي. وده انذار موجه، وده دوره. يعني انا بدق ناقوس الخطر، بقول خلي بالك ربما تكون عندنا ثوب ابيض جميل جدا ولكن هناك بقعه، فيجب ان احنا نعيد نظرنا لهذه البقعه لكي يظل الثوب ابيض كما هو. دي يمكن المهمه جدا على الساحه خلال الاسبوع. في الحقيقه قضيه مستمره معانا، يمكن عن موضوع الفواتير نار يعني بص هقول لحضرتك حاجه، يعني في قضايا الكاريكاتير بيتناولها ثم القضية بتنتهي.
وبالتالي أي كاريكاتير بيتعمل تاني بيبدو وكأنه خلاص الحدث انتهى، لأن في بعض الأحداث اللي هي بتنتهي، لكن هناك أحداث دائما فواتير الغاز والكهرباء والبتاع طول الوقت. طبعا الحقيقة أنه في الأخبار المسائية هذا الأسبوع في ملحق داخلي اسمه ملحق الويك إند، هو عبارة عن 3 صفحات كل يوم جمعة. ملحق الويك إند ده كلمة ويك إند طبعا ده اللي هو يوم الجمعة، فبالتالي هو في نقطتين مهمين قوي. في استضافة لرسام الكاريكاتير محمد عمر، ورسام الكاريكاتير محمد عمر هو واحد من جيل الرسامين الكاريكاتير الممتازين داخل مؤسسة أخبار اليوم، يعمل في إصدار مهم جدا هو إصدار آخر ساعة. محمد عمر له صفحة اسمها فك التكشيرة، لكن عندنا هنا في الويك إند بيعمل لنا حاجة اسمها كلمة ورسمة، وبنقدم محمد عمر رسام الكاريكاتير كرسام كاريكاتير وككاتب. محمد عمر يمكن يعني بيتناول نقطة مهمة جدا، ونقطة مهمة في رسام الكاريكاتير انه دايما ينبه ان هناك بعض الاشخاص المتشائمون، وهو زي ما مسميهم محمد عمر، ويمكن شايفين في كاريكاتير هو شخص مقلوب زي ما احنا شايفينه، والراجل التاني بيبص له كده نظرة فيها يعني لقم شوية، وبيقول له برضه انت لسه شايفها مقلوبة، هو عايز يقول له هي الدنيا مش مقلوبة، انت اللي مقلوب. يعني انا يعني شايف ان ده كاريكاتير يمكن ذكي جدا جدا من محمد، وانا يعني يعني هو محمد عمر ده ملحق بيظهر كل اسبوع في الاخبار المسائي، ده ملحق اسبوعي في الاخبار المسائي على مدار يمكن مع بدايه التطوير الاخير للاخبار المسائي كان هذا الملحق. عندنا استضافه النهارده لرسام كاريكاتير من اينا، هو وافد على الأخبار، يعني هو واحد من القراء المهمين جدا، بيبعت لنا كاريكاتير خالد صلاح. خالد صلاح عمل كاريكاتير حلو قوي عن الفواتير، بيتكلم على رجل خرج من الباب زي كما هو يعني واضح، وفي فاتورة الكهرباء، والفاتورة مكتوب عليها رقم غريب قوي، كان مكتوب عليها 1000 جنيه، واضح من شكل الراجل كده انه يعني بالكتير قوي عنده شمعة في الشقة بتاعته، يعني واضح انه هو راجل يعني هو 1000 جنيه يعني شمعة. فهو بيتكلم بعصبية قوي، بيقول له 1000 جنيه استهلاك ابريل، دي لا يمكن تكون فاتورة ابريل، دي اكيد كذبة ابريل. جميل قوي. فهو فكرة كانت موفقة جدا جدا. هنا في كاريكاتير برضو اسم محمد، يعني انا يعني كاريكاتير ذكي قوي، لانه ربط ما بين يمكن قضيه قبل اللقاء بتاعنا كنا بنتكلم فيها قضيه الدولار، وحضرتك يمكن سالتني قلت لي هل يعني الكاريكاتير خلال الاسبوع ما تناولش قضيه الدولار؟ لا بالعكس، هو تناولها في اكتر من مجال، وكان في اخبار اليوم في يوم الثلاث كان الفنان عمرو فهمي كان عامل كاريكاتير مهم جدا عن فكره الدولار، وكان في كاريكاتير اخر كان بيتصدر الاخبار يعني ما عروش قيمه. الحقيقة في عندنا رسام كاريكاتير فاروق يوسف، هو برضو وافد أو من القراء المهمين جدا اللي بيبعتوا للأخبار المسائي أسبوعيا كاريكاتير. هو هنا رابط ما بين أكتر من قضية، وده نوع مهم قوي من الكاريكاتير، أنه أحيانا بعمل كاريكاتير عن قضية، لكن في بعض رسامين الكاريكاتير أنه هو يربط ما بين أكتر من قضية، يعني مثلا قضية الدروس الخصوصية مع الدولار، مع الزوجة المفترية، مع الزوج الغلبان، يعني يعمل ميكس كده. فيمكن بنشوف الكاريكاتير ده وهو راجل داخل على مديرة المدرسة، ومديرة المدرسة بتقول له يا فندم لو حسبناك على الدولار بسعر البنك كانت المدرسة قفلت من زمان. وطبعا ابنه واقف يا عيني غلبان، وفي الإعلان المهم قوي كاتب مصروفات بعض المدارس الخاصة هي ما زالت بالدولار. أنا يعني في كل أسبوع وفي كل إصدار للأخبار المسائية أو أخبار اليوم أو أي إصدارات في أخبار اليوم، أنتم يعني تلجؤون إلى يعني رسمة على وجوه الناس رغم وجود الأوجاع والآلام التي داخلهم بسبب القضايا الموجودة، وده يعني نوع جديد من مدرسة إيصال الفكرة أو معالجة القضايا داخل المجتمع. يعني شوف، هي مدرسة أخبار اليوم بعد أستاذنا الراحل العظيم مصطفى أمين لما طلب من مصطفى حسين وأحمد رجب في 74 إن هم يعملوا كاريكاتير، أراد إن يعمل كاريكاتير يومي لمدة 3 أيام، فلمدة 3 كاريكاترات في اليوم. فطلب من الأستاذ أحمد رجب وطلب من مصطفى حسين إنه يعمل كاريكاتير في الصفحة الأولى، ودي تجربة كانت ربما تكون الأولى في تاريخ الصحافة المصرية والعربية، لدرجة إنه يعني أستاذنا أحمد رجب سأل مصطفى بيه
وقال له يعني مصطفى بيه يعني احنا اول مره نشوف يعني ازاي نعمل كاريكاتير في الصفحه الاولى. ماشي في الصفحه الاخيره اوكي او الحب هو ماشي، لكن الصفحه الاولى لا. فمصطفى بيه قال له ساعتها ايه؟ قال له الناس تعودت انه الصفحه الاولى دايما تكون اخبار، يا حروب يا زلازل يا كوارث يا مشاكل يا جريمه، يعني الناس تعودت على كده. فخلينا ندي الناس جرعه من التفاؤل والامل. وصدرت الاخبار في 74 اتعمل كاريكاتير على عمود، برضه هي في تجربه رائده، لان طول الوقت مدرسه اخبار اليوم هي رائده في كل المجالات، ولعل الكاريكاتير هو من اهم المجالات اللي اخبار اليوم كانت رائده فيها، واللي انا بشرف انه كنت جزء من هذه المؤسسه. طبعا نحن نشكرك على هذه الجرعه من التفاؤل التي يعني التقيناها منك خلال هذا اللقاء، ونشكر يعني سعة صدرك معك معنا في هذا اللقاء ان شاء الله. انا شاكر افضلك محمد، وارجو انه اكون ضيف موفق، وبشكرك وبشكر مؤسسه اخبار اليوم. شكرا قوي. شكرا. نكون قد وصلنا معكم الى نهايه حلقتنا من شارع الصحافه. شكرا لكم، ونتم في حلقات ان شاء الله قادمه.